السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم فغادي ندوركم ونضربوا شي دويره ان شاء الله. غادي نحاول ما نخدمش الاوديو ديالي بزاف حيت كاينه الموسيقى هنا خدموا الراديو، قدرت تبلوكا من جهه الحقوق الملكيه من اليوتيوب حيت طماع. يلا ندخل ان شاء الله ونضربوا دويره. بسم الله. يكون عندي الوقت زايد باش نديكم ان شاء الله في شي دوره زوينه في هذه، ولكن عيطوا لي الخدمه. خديت سروال وثلاثه تريكوات. دايرين تريكوات كتاخد واحد ويعطيوك جوج فابور. السروال داير 160 درهم، غادي نجربوهم والا ما كانوش هما هذوك كيعطيوك 60 يوم باش تغيرهم تردهم هنايا. فهاد البلاصه هنا كتسمى كلينتون، كاينه بعيده من المدينه ديالي شي نص ساعه ديال الطريق. وغير برا هو المول كامل كما كتشوفوا، المول كامل غير برا، كاين هنا وكاين من الجهه الاخرى، يعني كاينين شي فوق 63 محل اللي كاين هنا، منهم من نايكي، منهم كاع المحلات. فهذه كيسميوه الاوتليت، فاكتوري اوتليت، يعني بحال تقول هاد المحلات كيكونوا تابع للشركات ديالهم، يعني يا نايكي يا اي حاجه بحال هكا، اي شركه كتكون هذيك الشركه اللي كتبيع هذاك الشيء هي اللي دايره هذاك المحل، يعني ماشي غير شي حد فتح المحل وكيبيع هذيك السلعه. فهمتوا؟ يلا بسم الله. والله تخيلوا بعد شي شهرين، يا شهرين ولا اكثر، ما درتش الفلوغ، فغادي نوريكم مطيشة اللي غرست في الاول ديال الموسم والمحصول كامل ان شاء الله. يلا اوكي، كما كتشوفوا هذا الورد هذا راه كان غير صغير، شي كيكبر تبارك الله. هذا هنا هذا المانجو، شكل اللون ديالو كي داير، والورقه ديالو تبارك الله عرفتي راه رطبه بحال بحال يعني بحال الحرير، يعني واحد الورقه عندها تبارك الله غريبه.
في مطيشه بدات كت داك الوراق ديالها بدا كيطيح صافي الموسم بايسالي. كاينه المطيشه الصغيره المطيشه الكبيره تبارك الله. دابا حيت بدا كيبرد الحال داك الوراق ديالها كله طاح بقات مسكينه هادشي اللي بقى، فان شاء الله يبقى دافي الحال بعدا تصايب تتسالي هذا الموسم ان شاء الله باش تقلعوها كامله. هنا كيجيو شي طيور هنا كياكلوها، كيجيو هنا على خاطرهم كيجيو تال هنا جك 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 جك. اوكي ها هو عندنا الدلاع كاين هنا تبارك الله، او هنا ثاني او دوك العظام ديال التمر اللي ملي كياكلوا التمر تا هما غرستهم هنايا ها هما ناضوا تبارك الله. شو شحال هذه هنا غرست الخزامه، هذا اللي كاين هنا في البلاستيك سميتو الدرا او الكبال، وكيدوز لي واحد لك الحيوان هنا كياكلهم فدات لي هذا البلاستيك. او ما كما كتشوفوا واخا في البلاستيك راه كتشوفوا واخا في البلاستيك راه كيبان الداخل. هادو الكرافس اللي كنت غرسته هما هما ناضوا. هذه المطيشه اخرى هنا غرست دنجال راه تقلع ديك القلعه الاولى وها هو جاي ثاني نايت تبارك الله. هذا اللي زرته هو قلعت منه شحال من مره كيجي عاود ينوض. هنا كاين داك الربيع مرشي معدنوس يا قزبر بعدا راه كيتقلع وكيعاود ينوض ها هو جاي نايت ثاني قلعته شحال من مره. كتشوفوا الجرده ها هي داكشي سبحان الله العظيم درتو غير الضحك ولكن صدق سبحان الله العظيم. هذا دابا غادي نوريكم الفرق ما بين الا بغيتي تتقدى في الحانوت ولا مثلا الا جيتي بغيتي تتقدى في الويب سايت. مثلا بعض المرات كتلقى الفرق كبير بزاف الا تقديتي من الانترنت من الويب سايت ديالهم. يلا نشوفوا ندخل ان شاء الله. دابا مثلا غادي نشوفوا التيشورتات بيضا خديت تيشورتات يقول لك شري واحد وكيعطوك جوج فابور، فانت مثلا نجي هنا ندخل هنا للتيشورتات وغادي تلقى مثلا اوكي ها هما التيشورتات 599 ياك يعني بحال تقول 50 درهم 599 ها هما كاع شي شحال ديال الانواع. هذا 699 يعني 6 دولار و99 سنت، هذا 5 دولار و99 انت يعني كان داير 24 دولار. دابا ديري لي 5 دولار و99. دابا ملي خديت انا التيشورتات من المحل خديت واحد ب 24 دولار وعطوني جوج فابور يعني بحال تقول 27 بحال 88 16 28 يعني بحال خديته 8 دولار التيشور. وفي الانترنت كتلقاه ب 5 دولار و99 وكاينين بعض المرات اللي كيكونوا رخص من هذاك الشيء وعاد كيجيبوه لك حتى للدار يعني ما تحتاج يعني مثلا كنتي مشغول ولا شي حاجه. فماشي ديما داكشي اللي كيكون في المحل كيكون رخص. شنو هاد المرات هي باي وان جيت وان يعني شري واحد وتاخذ واحد فابور يعني هذا الجين تشري واحد ب 54 دولار ويعطوك واحد فابور. هادو كلهم اي حاجه هادشي كله شري واحد تاخذ الاخر فابور يعني ديما تدخل مثلا الويب سايت ديالهم هو اول نقطه دير هو اي حاجه بغيتي تقدا بالاخص هنا في الميريكان هو تدخل الويب سايت ديال الشركه اللي انت بغيتي بحال مثلا هذه ايروبوستال تدخل الويب سايت ديالهم تشوف شنو عندهم. عاد الا كنتي مثلا دايز من حدا الحانوت وفي طريقك مثلا تقدر تدخل عندهم وتشوفهم اشنو كاين وتقارنهم. فانا يعني بالنسبه لي انا الاكثريه ديال الاوقات كنلقى بلا الويب سايت ارخص يعني مثلا هاني مشيت خديت من عندهم لكن طلعت على الويب سايت رخص. ولكن حاجه اخرى كيديروا معك وهي كيعطيوك 60 يوم كيعطيوك 60 يوم الا ما بغيتيش هذيك الحاجه ولا ما عجباتكش كترد عليهم بالروسي ديالك ما يقول لك لا والو ما يقول لك حتى حاجه ترد. فهذه هي الحاجه اللي مزيانه فيها يعني واخا تاخديتي واخا تبين زعما راه التيشيرت جديد يعني واخا خديتي من عندهم تقدر تردو. اوكي فهذه هي النصيحه اللي بغيتو تتقداو تقداو من الويب سايت هي الاولى قبل ما تمشيو للحاجه. Thank you.